سيدتي أونسي سادتي، عمتم مساء وطابت أوقاتكم. ها هي قناة بن عبد القادر. عبد القادر توفي بالحدث، حدث اليوم هو موجود بدائرة عين تدلس وبالأحرى بقرية الشذيلية. نبدأ الحيوان تاعنا اليوم مع الحضور التي أتونا من كل صوب، يعني من ولاية كل ولاية القطر الجزائري لإبهار هذه الرياضة العريقة ألا وهي رياضة العصا. بدءا ببدء نستسمح الإخوة المشاهدين الذي هذه القناة توقفت لمدة شهرين لأسباب طارئة. احنا عدنا بالمظهر الأول بهذه الوجوه النيرة لحضرت لهذه الدورة، تعتبر دورة وطنية ولقاء. بدءا ببدء نتكلم مع الأخ محمد رئيس رابطة مستغانم لرياضة العصا. سي محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واش راك الحال؟ الحمد لله يا رب. لاباس على كل حال، كل شيء مبارك عليكم. الله يبارك فيك. تفضل أخاكينا. بارك الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد نزف لكم تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصفة رئيس رابطة الولائية رياضات الألعاب التقليدية السيد صحراوي الشارف، ننظم هذه الدورة في بلد في قرية الشليلية بلدية عين تادلس. بالنسبة لهذه الدورة مصادفة لمولد النبوي الشريف، وهذه الدورة هذا برنامج خاص من طرف الرابطة التي تنظم مجال نشاطات، عدة نشاطات بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لولاية مستغانم. نظمنا هذا الدورة، شعار تاع هذه الدورة المحبة والأخوة ونشر هذه الرياضة وتعريف بالمناسبة الدينية، هي مناسبة مولد النبوي الشريف، بمشاركة عدة رابطات، رابطة وهرن، رابطة معسكر، ورابطة مسغالي، ورابطة كذلك عنا بالعباس. كي نقولوا رابطة تشرف مع جمعيات المخارطة تاعها. كاع لبت المشاركة. المشاركة بجميع الأصناف. بارجامو مينيم كادي جونيور سينيور. وفي الأخير نشكر قرية الشليلية والإذاعة على هذا الحسن الاستقبال وبارك الله فيكم. والتنظيم. الأخ محمد يعني لمحة وجيزة على هذه الرياضة. رياضة المطرق رياضة تراث جزائري. جزائري عريق. عريق. هو من تأسيس الدولة الجزائرية من عند الأمير عبد القادر. الأمير عبد القادر قبل مزاولة السيف كان يلعبوا هذه المطرق قبل أداة حادة، كان يستعمل هذه الرياضة. والرياضة هذه بالسنوات اكتسبت القانون خاص بها، ولا كانت لعبة دوك راهي رياضة. رياضة تمارس بجميع الأصناف. جميع الاصناف اناث وذكور. يعني لديكم جميع الاصناف. عندنا جميع الاصناف، عندنا رابطات، عندنا جمعيات، وعندنا اتحاديه. الاتحاديه لها شرف في تطوير هذه الرياضه. هل لديكم مشاركه دوليه؟ لا، مشاركه هذه جهويه. مشاركه جهويه هذه مشاركه. وهذا الرياض يعني عندها يعني كما نقولوا حنايا فيدراليه؟ عندها فيدراليه، عندنا اتحاديه. اتحاديه من 93 عندنا اتحاديه. وعندنا رابطه هنا بمسغاليم اسست في 92. بارك الله. يعني من طريق التمويل، هل لديكم تمويل؟ عندنا تمويل من اسمه مدير الشباب والرياضه من فوض ولايه. مدير الشباب والرياضه تعطينا تمويل وبارك الله فيهم، هما مشجعينا في هذه الرياضه في الدعم المادي والدعم المعنوي. اخ محمد، يعني شوف هذه الرياضه تقريبا يعني يمارس هذا الممارسين يعني يمارسوا بدون لباس. لا، عندهم لباس، لباس خاص تاعهم يلعبوا به. كل جمعية عندها لباس خاص تاعها تلعب به. عندها خاطر الجمعية، كل جمعية عندها ميزانية خاصة بها. يعني عندها شعار. عندها شعار، عندك الجمعية على المستوى الجمعية عندها اللوغو تاعها، وعندها يعرف اسم البلدية أو القرية ينتمي إليها. اسمح لي سي محمد، حسب الأذهان وحسب استمعت إلى بعض الأشخاص يقول لك هذه رياضة فيها رياضة عنف. لا، ماهيش رياضة عنف. راه كانت لعبة وراهي رياضة مقننة بقوانين، هي رياضة من أحسن الرياضات. وهذه رياضة جزائرية، إنتاج جزائري، عندها دور رياضي وعندها دور سياحي. بارك الله فيك. عندها دورين. في المجتمع نتقبلوا بها الإنسان كي يكبر يتركز عليها. وكي راه صغير نشط. يعني مساعدة. أداة مساعدة، هي وسيلة من وسائل مساعدة الإنسان. الإنسان البسيط. بارك الله فيك. محمد كلمة أخيرة. شنو تعطي التوجيهات للسادة النظراء الكرام اللي مشاهدين لنا من داخل الوطن وخارج الوطن؟ شنو يقول محمد؟ أنا أطلب لهم مرحبا بهم. ويعاونونا في نشر هذه الرياضة، خاطر رياضة الأجداد، رياضة الأخلاق، رياضة المحبة، ورياضة الأصالة. حاجة اللي تورثناها على والدينا رانا نمشوا فيها. والدينا مشينا يمشي في المطرق، حتى في طريقة تاع التربية. يعني التراث أخلاق، التراث محض.
بهذه الكلمة ولو مختصرة ولكن مفيدة لرئيس رابطة ولاية مستغانم، كما أتمنى من حضور رؤساء الروابط على مستوى القطر الجزائري. من الأخ محمد نتنقل إلى الأب الذي أفنى حياته في هذه الرياض. تفضل أخ. بسم الله. السلام عليكم. الرياضة هذه الرياضة من بكري. الرياضة هذه كيف اسمك؟ بن شعيب بن عودة. بن شعيب بن عودة. شحال عندك من سنة؟ ياه عندي خرجت 93 96 96. يعني لا العمر تاعك. العمر تاعك عمري في 70. ما تباركوا بك. ما بركة. تفضل. هذا المطرق هذا يربي التربية يربي وربي اصحاب الجيل السعد هذا. زاد الجيل السعد. وحنا المربي هذه المطرق هذا يربي الناس. ما كانوا شويه العنف. بارك الله فيك. نكت فيه العنف. بارك الله فيك. وحنا بلدي دارة ارزيو. سمعت الهوكار. بارك الله فيك. مثل الحقر. وهذا الشيخ محمد. هذا ابنك. هذا ابني الشيخ محمد. بارك الله فيك. ورأس الجمعية تاعنا. خير خالب لي خير ان شاء الله. ورأس الجمعية تاعنا. بارك الله فيك. وحنا شو ما خلينا حتى بلاصة بالمطرق هذا. بارك الله فيك. والرابطة تاعنا احنا يا وهرن. بارك الله فيك. وهرن حميد. بارك الله فيك. مات ولا الشيخ اللي ماتوا الاولين اللي ماتوا. احنا نترحموا عليهم اليوم ان شاء الله. رحمة الله. خلونا ذكريات المطرق هذا. بارك الله فيك. خلونا نطلعوا على الشباب اللي طالع نعلموها ان شاء الله. بارك الله فيك. والسلام عليكم. بارك الله فيك. بهذه المناسبة والكلمة القيمة للأب نتاعنا اللي حضر من منطقة إرجيو نتنقل إلى أبناء بالعباس. نعم. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه. اليوم احنا رانا معروضين في قرية شليلية دائرة عين تادلس ولاية مسغاليم. رانا ضيوف واحنا الحمد لله هذا التقليدي تاع جدودنا. والعصا هذه تاع جدودنا. وانا الشيخ الميلود تاع بلعباس نائب الرئيس الرابطة تاع سيدي بلعباس. نقول له تحية بالمناسبة. والتحية بالمناسبة هذه راها بالبركة عليهم بالبركة على هذا الجمع الغزير. واحنا الحمد لله احنا رانا هذا الرياضات التقليدية راهم يخدموا بها يعلموا باطل ويربوا الاولاد الصغار. وفي كل تدريبات نكون مسؤول رحبوا على الشيوخ والشيوخ اللي ماتوا والعامير عبد القادر. بارك الله. احنا الحمد لله رانا لقتنا بالوجوه زينه. بارك الله فيك. الوجوه النيره. والحمد لله هذه كي نتلاقوا كيما هاك تولي لنا فرح. بارك الله فيك. تولي لنا فرح. يعني منها تعارف نتعارفوا وتولي لنا كي الفرح. بارك الله فيك. ونشكروا الشيوخ اللي راهم حيين ونرحموا على الموتى. نعاودوا الاسم. الشيخ الميلود تاع بلعباس. الشيخ الميلود تاع بلعباس. دايرة عين البرد ولاية بلعباس. تبعد على حوالي بلعباس 10 كيلومتر. هذا بارك الله فيك. من افتتاح برئيس الرابطة لمستغانم بالكلمة الفاضلة اللي تقدم بها انا مامر الى ابن الشيخ الزيو. ابن الزيو محمد. هذا الشيخ محمد يعني اللي هو يعني عطاء يعني يد العون ويد المساعده لعبد الله الشيخ عبد الله اللي هو يعني الان راه استاذ ببوشامه بمدينه عين تادلس. تفضل لهذا الرجل الذي اعطاه المشعل. محمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نشكر يعني رئيسة الرابطة يعني الشارف اللي داروا هذا المبادرة بين الجمعيات والولايات والرابطات راه مشكور. حنا نقدموا روحنا هنا كرئيس النادي الهاوي الهوكار لمدينة ارزيو. جينا هنا يعني هذه بلدية الشليلية دائرة عين تادلس ولاية مستغانم. حنا جينا هنا المشاركة تاعنا تاع مناسبة احياء المولد النبوي الشريف اللي راه يندار كل سنة ان شاء الله. حنا نتمنى احنا هذه الرياضة ان شاء الله. احنا التلميذ هذا اللي راه هنا يلعب في الشليلية يسكن في الشليلية كان يلعب عندنا هنا في مدينة ارزيو والترح راه شيخ
وجينا هنا اليوم راه الاول حفل تاع الهدايه هنا في زقة الشلايليه، ونتمنى لها ان شاء الله ماذا بينا هذو الوليدات ان شاء الله يتهلا فيهم ويديروا هنا يعطوهم يعني قاعه تاع صاله ويلعبوا ان شاء الله. وما يخبالكش احنا كمدربين وكجمعيات احنا نربوا الاجيال ويخرجوا يعني مدربين باش يمدوا من الجيل للجيل، من هذا الجيل للجيل هذه الرياضه الجزائريه، وما تعليها الشوخه ما تعليها المرحوم الله يرحمه ويوسع عليهم ان شاء الله. وحنا نتمنى يعني الاتحاديه الجزائريه اللي راهي واقفه مع الرابطات اللي راهم واقفين وراهم يديروا الليد في الليد، وما يخفلوش يعني الكتاب اللي خرجت الاتحاديه وخرجوا الشيوخه اللي ماتوا راه في الميدان، وراه غادي يبداو يخدموا عليها، غادي يخدموا عليها الجمعيات والرابطه راه غادي تتقسم على الجمعيات، وان شاء الله يوروا هذه المبادره والرياضه هذه الرياضه تاع الجدود وتاع الجزائر ان شاء الله المستوى العالمي ان شاء الله. ولما نحن نتمنوا من السلطات المحليه والمدير الشباب والرياضه يعني الرياضه هذه يعطوها شويه اهميه ان شاء الله، وان شاء الله وماذا بينا احنا الرياضه هذه خصها الاعلام. احنا الرياضه تاعنا ناقصه في الاعلام، ما عندهاش الاعلام باش نوصلوها يعني الناس اللي تعرفها. احنا الرياضه تاعنا هذه تاع والدينا وتاع جدودنا وطولة تاع البلاد ان شاء الله. احنا ماذا بينا ان شاء الله بان هذه القناه ان شاء الله راه مروا عندها ان شاء الله. احنا ماذا بينا من كثر كي حضرتك الشيء هنا نهضروا نفرغوا يخصها الاعلام ان شاء الله. ماذا بينا احنا الاعلام يعطيه شويه يتبع لهذ الرياضيين وهذ الشيوخ اللي مساكن اللي راهم في الميدان والرابطات اللي راهي تخدم الليل والنهار والجمعيات. ماذا بينا الرياضه هذه تتوسع ان شاء الله، وهذه الرياضه ما يشاعون في الرياضه كما الرياضات الاخرين، وراهي يعني فيها البنات وفيها الاولاد، وراهي عندنا فيها البطوله الولائيه والبطوله الوطنيه، ورانا نشاركوا على مستوى الوطن، ولما لا احنا نشاركوا على مستوى يعني العالمي ان شاء الله. تكون هذه الرياضه توصل للعالمي ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله الخير للجميع، وربي يحفظ الجميع ويستر الجميع ان شاء الله. وربي ان شاء الله الشيوخ اللي ماتوا الله يرحمهم الله يوسع لهم. وهذا هو المدرب اللي رانا دايرين هنا اللي خرج هنا باسم عندنا، وخرج هنا باسم الرابطه تاع مصغالي ان شاء الله، وراه يعني ان شاء الله راه في الابواب ان شاء الله. واللي ما راه في القريه هنا مثلا به احنا رانا رئيس الرابطه تاع مصغالي والجمعه باش يعني يلم هذ الوليدات هذو ان شاء الله ما يتبعوا هذه الرياضه تاع والديهم ان شاء الله، ويمدوها للجيل للجيل ان شاء الله. وانت نشكر القناه عبد القادر من عبد القادر تاع عين تفلس، وربي يحفظكم وربي يستركم وربي يكملكم ان شاء الله. بارك الله فيكم. على كل حال هذه الدردشه والله لا مفيده ومفيده جدا، ويعني نشكر رئيس رابطه مستغنم ينتظرنا الاخ أن من الأخ محمد نتنقل الشيخ محمد نتنقل إلى يعني المايسترو تاع عين تلس يعني عبد الله يعطينا بعض الكلمات. عبد الله أبو جماعة أعطينا بعض الكلمات وارحب الضيوف. أيوا جات جات ولي بليه دير منا هيا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أنا أولا نشكر الإخوة الشيخ محمد الشيخ الميلود الجماعة الضيافة الشيخ شارف رئيس الرابطة الشيخ بن عودة، هذو اللي جاونا من بعيد مرحبا بهم ضيافنا. وحنا رانا دايرين هذا الموسم هذا يعني هوية تاع الرياضة هذه حبيناها مولد النبوي الشريف. أيوة نطلبوا ربي إن شاء الله اللي جينا بخير واللي بخير، ومرحبا بهم. شباب نقول هذه هي اللي رانا نحوسوا عليها، رانا نحوسوا على هذه الرياضة تزيد تمشي إن شاء الله يعني تنتشر تنتشر، ومرحبا بكم. بارك الله فيكم وبارك الله فيكم. غادي نديروا الافتتاح ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله ان شاء الله في هذه الكلمة القيمة التي أدلى بها المسؤول يعني الأول على بلدية عين تلس، وين بهذه الوجوه النيرة اللي حضرت إلى هذه القرية الفتية التي تدعم هذه رياضة العصا. أن نعود إلى رئيس الرابطة الأخ الشرف، يعني الأخ الشرف قلنا كلمة للمواطن الكريم لهذا الوباء. الله يجعل ربي ان شاء الله بربي يرفد علينا الحمد لله. حنا نجي نقولوا الاولى بربي ان شاء الله لا يجعل ربي يرفد علينا هذا الوباء بربي ان شاء الله، ويبعدنا بربي ان شاء الله فلك ذلك ان شاء الله. نطلبوا ان شاء الله بربي يبعدنا هذا الوباء في اقرب وقت ان شاء الله، ونطلب من كل الرياضيين تباعد لقي يكون تباعد ورد الكمامات في طوع نخضوا على هذا الوباء يعني الاكثر. اش تنقول للمواطن الكريم اللي يتبع هذه الرياضه يعني مره ثانيه؟ المواطن نقول له مرحبا به مرحبا به، عندنا جمعيات عندنا فروع
يتصل بالفروع ولا ينخرط في فرع ولا الجمعية ومرحبا به على مستوى على المستوى الوطن او المستوى الولاية. سيدتي أوانيسي سادتي، دائما باسم هذه الوجوه النيرة اللي حضرت وآبت إلى أن تأتي إلى هذا الصرح العالي اللي موجود لهذه المساحة اللي موجودة بقرية الشلالية وين نظمت هذه الرابطة، وعلى رأسهم هذا الرجل اللي هو بجانبي الآن. مرحبا بكم جميع في المحضر هنا يا. إن شاء الله عودة ميمونة ويكون سعي مشكور إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ بر السلام على أشرف المرسلين. أما بعد نزفوا لكم تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصفة رئيس رابطة الولائية الرياضات والألعاب التقليدية لولاية مستغالم، نرحب بكل الضيوف الذين أتوا من بعيد أو من قريب، ونشكر الجمعيات التي لبت هذه الدعوة، وكذلك رؤساء الرابطات الذين لبوا هذه الدعوة بمناسبة المولد النبوي الشريف. هذه دورة باسم مولد نبوي الشريف، وكذلك عندها شعار المحافظة على التراث، الأصالة، المحبة والأخوة. في البداية كذلك نشكر سكان قرية شلالية، قرية شلالية دائرة عين تادلس، نشكرهم على حسن الضيافة وعلى حسن الكرم. حتى لا أطلع عليكم الكلام، أعلن افتتاح هذه الدورة وشكرا. الحكم الولائي من عمور تواتي، تفضل. مشكور، تفضل. والشيخ عبد الله بيقدمكم كلمة ترحيبية فليتفضل. مشكور. أولا أنا نقول لكم مرحبا بكم اللي جاونا ما بعيد وقريب، مرحبا بكم عندنا هنايا، رانا دايرين هذا الحفل نتحبوا به، هنايا نقولوا مرحبا بكم، والله يجعل ان شاء الله جيتوا بخير وتروحوا بخير ان شاء الله. يا هذه هي شكرا للشيخ عبد الله. جماعه نترحموا على الشيوخ اللي ماتوا الله يرحمهم، الله يرحمهم مساكين، الله يرحمهم، واللي راهم مرضى الله يشافيهم، امين، واللي كذلك الله يرحم الشهداء، والله يسقم هذه البلاد ان شاء الله بربي، امين، وبارك الله فيكم. الله فيك، بارك الله فيك الشيخ شاه، الله يجازيك، قلعتوا عليا الله فيك بارك. الجماعه سالون بي الشيخ عبد الله تادلس فرض فرع رياضة العصا عين تادلس، حيوه.